لعبت معظم الرياضات، لعبت كونغ فو، لعبت جيت كونودو، لعبت مواي تاي، لعبت كيك بوكس، لعبت كرة قدم. اللعبة الوحيدة اللي أنا ما لقيتهاش للأسف ليها دعم هنا في مصر أو متوفرة هي لعبة كمال الأجسام، فحبيت أمارسها، حبيت أنزل وأتمرن، وحبيت كمان إن أقول إن يا جماعة البنت زي الولد، مفيش حاجة اسمها بنت لا ما تنفعش تلعب كمال أجسام أو ما ينفعش تلعب فيتنس. ما بدأت أروح جيمات عندنا كانوا بيرفضوا إن أنا أخش أتمرن، ما ينفعش بنت تتمرن مع أولاد. فطبعا بدأت أوجه الفكرة وبدأت أكلم مع ناس مسؤولة، يا جماعة أنا عايزة ألعب كمال أجسام، عايزة ألعب فيتنس، عايزة أعمل بطولات لمصر. للأسف هنا ما فيش دعم، إن شاء الله حتى أنا أبدأ أتمرن وحد يدعمني وأبدأ أسافر برا أعمل بطولة باسم مصر، هتبقى هي بس. ياريتش يعني نتمنى إن هي اللعبة تنتشر. أنا شايفة إن في بنات بدأت تنزل الجيمات وبدأت تتمرن. المسألة مش صعبة، مش شرط إن البنت تلعب فيتنس أو تلعب كمال أجسام، لا أنا بقول البنت ممكن تلعب أي رياضة، لأن الرياضة أهم حاجة بتقتل غريزة الخوف اللي جوه الواحدة، بتخليها ماشية واثقة من نفسها، ما تبقاش خايفة من حد. وعامة الرياضة في الأول والآخر اسمها جمال أجسام. عقيد زميلي في الحراسات، فأنا بدأت أعرض عليه الفكرة، حبيت اللبس، قلت له أنا عايزة أنزل حراسات خاصة وعايزة أعمل حاجة جديدة. هو طبعا كان في اعتراض إن أنت بنت ومش هينفع، وإحنا بنطلع تأمين وبنطلع حراسات وبيبقى في مشاكل بتواجهنا والكلام ده. قلت له لا أنا حابة أجرب الفكرة، وفعلا بدأت أروح المكتب وعملت اختبارات والحمد لله نجحت فيها، وبدأت أنزل معهم حملات وبدأت ألبس الأفرول والقايش والتنفة، وحسيت إن الموضوع هو صعب فعلا في الأول، بس بعد كده بالتعود بقى الحمد لله بقيت أنزل حفلات كبيرة، بقيت أنزل لو تأمين ممثلين. الحمد لله كانت فكرة حلوة وأهو بحاول فيها. والله أنا عارفة أن وزارة الشباب والرياضة يعني مجهوداتها جامدة، بالذات الألعاب كمال الأجسام صعبة شوية بالنسبة لهم للبنت، صعبة شوية كمان للدعم للأولاد. أنا شايفة في أبطال عالم ما شاء الله للأسف واخدين بطولات، مش لاقيين دعم ليهم هنا، البلد مش مهتمية بيهم، مضطرين إن هم يسيبوا بلدهم ويسافروا برا. دي المشاكل اللي احنا بنقابلها، وللأسف بيسافروا برا يبدأوا يدربوا ناس تانية من بلاد تانية ويبدأوا يرفعوا أعلام تانية. كنت الأول إنها بنت تمرني وتتمرن معايا، دي كانت صعبة شوية، بس تقبلت الموضوع عشان خبرتها، وهي كويسة وفاهمة كويس جدا في اللعبة، ربنا يوفقها إن شاء الله. بدأت أتمرن معاها وهي اللي كانت بتمرني وبنظم البرنامج التمرين والأكل تمام. والأول كنت مواجه صعوبة إن بنت تمرني وكده، فلما بدأت أتمرن معاها استفدت منها بحاجات كتير قوي، وحسيت بفرق كبير قوي عن كباتن تانية. عايزة أقول إن في ناس بتعتقد إن لعبة كمال الأجسام بتغير من الشكل عامة الأنثوي، أنا مش شايفة كده خالص، أنا هو بالعكس حاسة إن أنا كل مادة بزيد أنوثة. عادي لبسي أهو بناتي، مفيش أي حاجة اعتراض، الساعة، إكسسواري، الأكلادور بتاعي، الميك اب بحطه، بروح للكوافير وكل حاجة. عايزة أقول إن أنا فعلا مبسوطة باللي أنا وصلت له ده، وإن شاء الله أحاول أعمل حاجة جديدة وأحاول إني فعلا أثبت إن البنت الرياضية المصرية عندها جينات عالية ممكن تشتغل عليها، بس أهم حاجة تشتغل صح.